طبعا كلنا تابعنا الصوره اللي اتنشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرتها وكاله ناسا. الصوره عملت حاله كده من الجدل بين الناس في العالم كله. الصوره تم التقاطها من كوكب المريخ، وبيظهر فيها حاجه تقريبا على شكل باب منحوت، يمكن باب مغاره، يمكن ناس قالت ده مدخل كهف، يمكن ناس تاني قالت ده مدخل لقبور القدماء المصريين. وفي طبعا كمان ناس بتقول انه الصوره دي بتدل على وجود حياة على كوكب المريخ، وناس تانية كمان قالت إن ده مجرد ظل أو تشققات في صخور ملهاش أي علاقة بوجود إنسان أو وجود حياة على هذا الكوكب. الصورة الغريبة اللي صورتها مركبة كيريوزيتي الجوالة أثناء تواجدها على سطح المريخ وأذاعتها وكالة ناسا الأمريكية على الموقع الإلكتروني الخاص بها حيرت كل اللي شافها، وده لأنها غريبة ومثيرة للفضول أكتر من أي صورة تصورت على الكوكب الأحمر. الصورة عبارة عن مدخل أو باب محفور بشكل مثالي جداً، شبيه بمداخل قبور قدماء المصريين في وادي الملوك أو شبه المدائن المشيدة في بعض البلاد. نظرة سريعة على الصورة كافية تخليك تتأكد إنه مدخل هيوديك لمخبأ أو كهف على المريخ، أو باب هيطلعك على عالم تاني خالص. كل العلماء والباحثين والمتخصصين شافوا إن ده ممكن ما يكونش مخبأ ولا حاجة، واعتقدوا إنه كسر ناتج عن نوع من الضغط على شكل صخري أو عن زلزال، والصورة وضحت ده، وقالوا إنه عبارة عن تشققات في الصخور وتموجات بسبب التعرية. كمان الظلال لعبت دور مهم خلى الشكل باين إنه شيء ناتج عن حاجة من صناعة الإنسان. كمان بعض العلماء المتخصصين نفوا أي وقعة غريبة حصلت على سطح المريخ، وإن الصورة مشهد استثنائي اترصد من وسط مئات المشاهد المذهلة والغريبة اللي اتصورت قبل كده، زي مثلاً الحفر اللي كانت مليانة بالجليد والتشكيلات الصخرية المجوفة. واللي هيدقق في صورة المدخل كويس هيلاقي فعلاً حاجة غريبة، لكن الغريب في الصورة ما كانش من صناعة أي تدخل بشري، إنما هو تدخل من صنع الظواهر الطبيعية اللي موجودة على كوكب المريخ والكواكب الأخرى.